السلام عليكم زينات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. معكم خديجه فشيوات خديجه. اليوم غادي نوجدوا مع بعضنا طرطه ديال الليمون. كنتمنى يعجبكم الفيديو الوصفه ديال اليوم. نمشيو نشوفوا المرحله ديال المقادير ان شاء الله باذن الله. هما هادو المقادير اللي عندنا اللي غادي نعدلو بهم طرطه ديال الليمون. عندي كاس ونص ديال العلبه ديال الليمون معصر، عندي 200 غرام السكر الخشن يعني جوج كيسان عند العنبه لان انا كاس ديالي كيهز لي 100 غرام، وعندي 5 بيضات هما، وعندي القشر ديال الليمون الحامض لان هي اصلا طرطه الحامض، وعندي واحد شاسي ديال لافاني، وعندي 3 مغروفات دنشه، وعندي دانو ناتورال. دانو ناتورال غنخلطو مع كيكس من بعد ما طحنتو، كيكس ماريا اولا كيكس اخر مدور ولا اللي مربع اللي بغيتو اللي عندكم موجود في الدار تقدروا تستعملوه. المهم هذا خصو يتخلط باليد. ها هو من بعد ما استجب لي مع هاديك دانون ناتورال. نتوما اللي عندكم اي دانون عندكم اي نكهه بغيتو تعملو تعملو. انا عندي هذا المول هذا غادي نعملو فيه، غادي نحاول نوزعو كامل على قاعد المول بحال الشكل ملي كنعدل التيسكي، يعني التيسكي كنعمل الزبده هذا عملت فيه دانون باش يكون كلشي طبيعي كلشي صحي. هيا من بعد ما وزعتها كامله على المول، مهم بالمساعده ديال المغروفه عملت معلقه باش كان هادي في الجوانب. دابا غادي نعملها في الثلاجه على بعد من عدل انا هادي ديال الليمون. دابا غادي نبداو نعملو ماسا، غادي نعمل الليمون كاس ونص ما يعادل 150 ديال غرام ديال الليمون، غادي نعمل قشور ديال الحامضة، غادي نعمل لافاني، غادي نعمل السكر 200 غرام، وغادي نبدا نحرك بالطرار يداوي تنسجم معايا هادشي. دابا غنضيف النشا وغنحرك من حدو هادا بارد لان ملي عملتو بالسخانة غادي يعمل لي كتل كويرة. هي هاديك من بعد ما حركتو دابا غنضيف هاد 5 بيضات غنضيف وانا كنحرك خصني نحركو. دابا غادي نعملو في العافية وفي التحريك باستمرار باش ما يلصقش لان النشا وهاديك بحال هادو يلصق دائما ضروري منطبقوش يدنا من التحريك. المهم هاد الطرطة هادي كتجي منعشة ومزيونة ولذيذة وفيها المذاق ديال الليمون، ولي جاه المذاق ديال الليمون صعيب مجهد انا عملت كاس ونص يقدر يعوض داك النص غير بالما ويعمل كاس ديال الليمون او لا يعوضو بهادشي لي عملت انا كامل البرتقال يعملو هو الحامضة يعملو هو البرتقال. مثلا انا عملت كاس ونص ديال الحامضة تقدرو تعملو كاس ونص ديال الحامضة ديال البرتقال عصير البرتقال، انا عملت قشرة ديال الليمون غتعملو قشرة ديال البرتقال.
المهم انا حركت دابا غادي نعملها في العافيه ونتابعوا ان شاء الله. هيا من بعد ما معقدنا كيجي على هاد القوام. المهم انا غنخليها 5 ديال دقائق ونزيد لها هاد المغرفه كبيره ديال الزبده. بعد ما خليتها 5 دقائق باش ما نعملهاش شي من لا شي زبده وهو سخون، دابا غادي ندخل مع هذيك الزبده. المهم ها هي سجلت معاها هي دابت لي ديك الزبده. دابا غادي نعمل لها بلاستيك غذائي او بابي سوبيلي ترانسبارنتي باش ما يبقاش ديك باش ما تبقاش قشره من الوجه. ندخل معها هذيك ونخليها بعد 5 دقائق نتابعو. هذيك من بعد ما جبت الكيكس ديالي من هذا من الثلاجة او النيويرا، دابا غادي نزول بلاستيك من هذا الصلصة اللي عدلت الليمون. دابا غنخويها كاملة. هاديك دابا غنوزها على المول. دابا غادي نزوق هاد الشوكولات. الشوكولات بحال اللي كتعرفوا دائما كنعملو معاكم، عملتو في بانيو ماريا وعملت فيه شويه زبده اولا شتو الزيت باش كيبقى يعطي ديك البريو ديالو. غنحاول نعمل الخطوط متساويين اليوم حيت دائما كنجيبني مخربطين. اليوم غادي نحاول نعملهم سمحوا لي فيا السعله. هاد الشوكولات على فكره كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يخليها غير هايده وهي العمده هي في ديك الصلصه ديال الليمون. انا غادي نعمل لها الشوكولات ونتابعو زينتها هما. المهم ما خرمشتش اليوم دابا غنشبر باليو وغادي ندي من هنايا وغنمسح باليو وغادي نرجع نجيب من هنايا وغادي نرجع ندي من هنايا. مهم الشوكولاته انا قلت لكم كيبقى غير اختياري يعني ماشي ضروري. مهم هاد الطرطه هادي صحيه، زعما صحيه بزاف لان فيها الليمون ما فيهاش شي فيها ديك دانون طبيعي. والسكر عملته اللي كيبقى اختياري، اللي بغى يعملو يعملو، اللي ما بغاش يعملو بلاش شنو غادي تجي حامضه بلا لان فيها الليمون بزاف. صافي هو هذا، غندخل النبيره تبرد وشي جوج ساعات هيداك ونتابعو ان شاء الله. هي هادي طرطه ديال الليمون بعد ما خرجتها من النبيره. المهم بردت شبرت راسها، غادي نزولها من القالب. ها هي كتجي على هاد القوام هذا. هيا هو هذاك، هي هادي الطرطه ديال الليمون كتجي على هاد القوام هذا. المهم كتجي مزيونه ولذيذه بالمذاق ديال الليمون. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه وكنتمنى تعملوا جيم والضغط على الزر الاحمر والتفاعل مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناه. ونتلاقاو في شي شهيوه
وفيديو آخر إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.